على النادي بتاعي الزمالك بقى، قلعة البيضاء. الزمالك يفوز على فلامبو البوروندي في دوري أبطال إفريقيا بهدف مقابل لا شيء. السلام عليكم على الزمالك وعلى الفانيلا البيضاء. ده ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. أما قرعة الموسم الجديد في الدوري المصري الممتاز 22-23 فقد أجريت اليوم، مواجهات مثيرة في الجولة الافتتاحية. والله حقيقي لعل أبرزها الكلاسيكو أهلي إسماعيلي. الزمالك في الجولة الأولى قدام سموحة، أنا ما بحبش كلمة ضد دي أبدا، قدام سموحة في مواجهة سموحة. الجولة الـ14 هيبقى فيها مباراة القمة، الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك، شوف أنت بتحب تنطق الجملة إزاي. من المقرر أنه بتنطلق المسابقة يوم 18 أكتوبر الحالي اللي احنا فيه ده، على أن تؤجل مباريات الفرق المصرية الأربعة المشاركة في البطولتين القاريتين أهلي وزمالك وبيراميدز وفيوتشر. خلونا ناخد معانا على التليفون ناقدنا الرياضي البارز محمد عراقي. ازيك يا محمد؟ ازيك يا استاذ يوسف، اخبارك ايه؟ واهلا بكل مشاهدينا. اهلا لو بقى احييك على روحك الرياضيه الكبيره، يعني كده تبقى انت اهلاوي. لا بحييك على روحك الرياضيه انك بتهني الاهلي. ايوه تبقى انت اهلاوي على طول. طبعا شوف انا راجل لعبت، بقول لك رياضه من وانا عندي 4 سنين. طب اقول لك المفارقه، انا لعبت سباحه في الاهلي وانا صغير، وبعدين انتقلت لصفوف كره الماء في الزمالك وانا كبير بقى، واخد بالك؟ فانا بالنسبه لي الرياضه والله ما فيهاش لا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا ترسانه، كله رياضه. يعني احنا بالنسبه لنا الاعلاميين اللي زيك وجد المعتدلين اللي عندهم، اللي قبل الرياضه وقبل كل حاجه عندهم وعي وعندهم تقدير الموقف وفاهمين ان ما ينفعش خالص يكون في تعصب بين شعب واحد عشان لعبه او عشان كوره او عشان بطوله، ما ينفعش خالص. احنا كلنا في الاخر مصريين، حتى لما يكون في حماسه للنديك ده امر طبيعي، لما يكون الاهلي بيلعب الزمالك او ان انت تكون بتشجع فريقك في البطوله ده امر طبيعي جدا، ولكن الموضوع ما يطلعش على اللي هو 90 دقيقه بمجرد المباراه ما تنتهي. احنا كلنا اخوات وكلنا اصحاب، ما فيش حاجه اسمها اللي بنشوفه ده ساعات من ناس، يعني اعتقد ان هم بيبقوا قاصدين يا استاذ يوسف، بيبقوا قاصدين يعملوا اللي بيعملوه دوت عشان يزودوا التعصب ويزودوا. بنشوف حتى ناس بتصطاد في ماء العكره، وبنشوف ناس بيقعدوا يلعبوا على الحاجات دي من بره مصر زي ما حضرتك عارف. فبالتالي يعني احنا لازم نتصدى لده بقوه جدا، لازم الناس كلها تفهم، واقولهم احنا كمان ان الموضوع كله ده رياضه ورياضه شريفه ورياضه شريفه ومنافسه شريفه، ولازم تقف عند كده، ما يبقاش الموضوع يعني اله او وسيله ان احنا ممكن نضايق بعض، او اله او وسيله ان احنا نكون ضد بعض. يعني هنتضايق في ايه؟ دي حاجه غريبه جدا. على كل، تعالى بقى ننتقل للماتشين النهارده، الاهلي والزمالك. تقييمك لأداء الأهلي قدام الاتحاد المنستيري التونسي، وتقييمك للزمالك قدام الفريق البروندي. بص يا يوسف، هو دايما كده مع بداية كل سنة بتكون المباريات الدور التمهيدي في بطولة أفريقيا. دي بتبقى مؤشر كبير جدا جدا للبطولة نفسها، إيه اللي هيحصل فيها أو البطولتين، بما إن الأندية المصرية بتلعب في بطولة دوري أبطال أفريقيا وبتلعب في الكونفدرالية. كان دايما تلاقي النتائج، تلاقي مثلا الأندية المصرية الأربعة أيا كان هم مين، تلاقي مثلا تعادلوا في الجوله الاولى، او لا قدر الله مثلا فريقين اتغلبوا وفريقين كسبوا او كده. يعني المره دي الاربع فرق كسبوا، اذا كان الاهلي او الزمالك او فيوتشر او بيراميدز، ده بيبقى مؤشر كويس قوي ان انت الانديه المصريه داخله وداخله بقوه. وده ظاهر زي ما حضرتك قلت في المقدمه، ان فعلا الاهلي كان حديد فعلا، والزمالك ظهر بمستوى قوي جدا، بما اننا بنتكلم عن مباراتين بتوع النهارده، وحتى فيوتشر كمان في مباراه اليوم من قبلهم بيراميدز. الاهلي لو هنبتدي بالاهلي، بما انه هو اللي كان يعني مباراته بدري شويه، النهارده اول مباراه مع كولر المدير الفني الجديد. ناس كتير كانت خايفه، ناس كتير ما كانتش عارفه هل الراجل هيبقى فعلا على قد المسؤوليه او لا، خصوصا بعد تجربه سواريش اللي جمهور النادي الاهلي لحد دلوقتي لسه بيتالم منها، وشايف ان هو الراجل ما كانش يصلح ان هو يكون مدير فني للنادي الاهلي ولو حتى يوم واحد. فبالتالي جمهور النادي الاهلي كان يعني زي ما بيقولوا كده مترقب لمباراه اليوم، ما هيعمل ايه كولر. في المباراه الوديه الفريق ظهر بشكل كويس، ولكن الودي غير الرسمي زي ما بيقولوا. النهارده الفريق في اول مباراه حظه ان هو بيلعب خارج ارضه، وبيلعب مع الاتحاد المنستيري اللي هو ثاني الدوري التونسي بعد الترجي التونسي، فبالتالي هي مواجهه مش قليله. فالنهارده الفريق يظهر بالشكل ده، يبقى هو تقريبا هو المسيطر على احداث الشوط الاول والشوط الثاني مناصفه مع الفريق التونسي. فريق ضيع فرص يعني كانت قليله شويه،
الفريق ما بيترجمش عشان يعني انا بشوف من وجهه نظري ان الاهلي كان محتاج لمهاجم بيخلص زي ما بيقولوا، ولكن الصفقات الجديده برضو ظهرت بشكل كويس. لما شفنا سافيو النهارده ظهر بشكل كويس جدا، شادي حسين يمكن لسه ما دخلش قوي في الصوره، ولكن الناس برضو متوسمه فيه وشايفه ان هو ان شاء الله هيجيب مستوى كويس. اكرم توفيق العاد من اصابه الرباط الصليبي بعد غياب طويل، واحد من ارجل اللعيبه في الملعب. محمود متولي كمان المدافع الصلب اللي انا بعتبره صفقه جديده، لان تقريبا محمود متولي من ساعه الاهلي ما تعاقد معاه لو تفتكر يا استاذ يوسف، وهو جاله اصابه الرباط الصليبي فالاهلي ما استفادش بيه نهائيا، فبالتالي انا بعتبر محمود متولي صفقه جديده للنادي الاهلي. فالنهارده الاهلي ليه مكاسب كتيره بخلاف كولر، الراجل بيتمتع طبعا بذكاء تدريبي كبير، الراجل اللي عنده بيلعب بخطه واضحه، الراجل بيهاجم، الراجل بين اماره واضحه جدا 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 طبعا في هذا الماتش، واداء اللعيبه الحقيقه كان حاجه محترمه جدا. طيب وماذا عن الزمالك؟ الزمالك يعني زيزو هو واضح كده ان زيزو يعني الراجل هو كلمه السر في الزمالك، يعني طول ما زيزو بيشتغل الزمالك بيبقى شغال. غياب زيزو عن الزمالك بيبقى مؤثر بشكل كبير، ولكن في المجمل دي المباراه اللي طبعا كلنا عارفين ان الزمالك هيلعب المباراتين مع بطل برونزي داخل مصر بالاتفاق مع النادي من هناك، والنهارده دي تعتبر مباراه الذهاب. يعني المفروض النهارده الزمالك بيلعب في مصر، ولكن دي تعتبر مباراه خارج مصر، يعني المفروض المباراه دي كانت تقام خارج مصر، ولكن طبعا بعد الاتفاق ده المباراه اقيمت في مصر، فبالتالي نعتبر ان الزمالك حقق فوز خارج ارضه النهارده. يعني الزمالك حقق فوز خارج ارضه قبل مباراه العوده، فبالتالي برضه هي نتيجه ايجابيه. اكيد الزمالك حاسس بسهوله المباراه خصوصا انها بتقام على ارضه، وحاسس ان في المجمل المباراتين لما هم يقاموا في مصر فده بيسهل مأموريته، ولكن كلنا لا نامل او لا نامل مباريات الدور ال 32 بالذات، لان هي خطر جدا، خروج المغلوب ده خطر. انت النهارده بتصعد بعد كده ان شاء الله سواء الاهلي او الزمالك بيصعد بعد كده دور المجموعات. دور المجموعات بيبقى الموضوع بتلعب باريحيه شويه، حتى لو لا قدر الله اتغلبت في اي مباراه عندك فرصه تعوض في المباراه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه، غير مباريات يعني خروج المغلوب او نوك اوت، دي مشكله كبيره. فبالتالي سواء الاهلي او الزمالك حتى قدروا ان هم يعدوا من المطب ده، فبالتالي كل التوفيق ليهم، كل الامنيات ان شاء الله باذن الله البطوله تبقى مصريه السنه دي باذن الله. باذن الله. انا بشكرك جدا 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 صديقنا وزميلنا العزيز ناقدنا الرياضي البارز محمد عراقي.